احنا بالفعل قاعدين قال نجو فك الصوف ولا الزرب، الصوف من الزرب، لانه برشا تلويث الفضاء المعلومات، ما عادش الغث بالسمين اختلط، ما عادش عارفين. هل يعقل انه وزير العدل السابق يحاكم على تدوينه؟ وحتى المعتقلين الاخرين اغلبيتهم مش نفس القضايا اللي يحكوا عليها وفساد، لا، تلقاه بوطار هذا صحفي مدير ومدير موزايك يناقشوا فيها خيال. الخط التحريري. هي كيما حاكموا عمرو عياد على قصيدة ما مطر، يحاكموا في نور الدين على قصيدة وخيام أبو طيب التركي النبي. هي ما هو يعرفوا يا ولدي، ما يعرفوش يا ولدي، راهم جاهلة ما يعرفوش يقراوا. يديك ربي، تم واحد مثقف يسلك السلوك هذا؟ مستحيل في البلاد. كان في تونس احنا ولينا عار 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 قدام العالم. تونس وما ادراك من تونس يا رسول الله، في اخر عمري نوصل نشوفها في الوضع البائس هذا. ما رضيتش بورقيبه وما ادراك مقارنه بما اشاهد يا سيدي. حتى بن علي نشرب شرب ما ونعديه، اما بنوصل للمستوى هذا ما كنتش نتصورها. خلاص راهو عار. ولكن يتم تسويق الحملة سيد عز الدين، نفهم، شفت يعني علاش يبحثوا فيهم اللي وقفوهم على عملت ما قهوة، قابلت سفير، التقيته. لا قال لك، لا قال لك نصر العكرمي خيام خيام هذا التقرير بتاع البعثة، البوليس البعثة، يتناقشوا كيفاش يجيبوا الاتراك الجيش التركي وكيفاش يوقفوا السلعة وهذا. فما واحد يقرأ 3 أيام في المدرسة يكتب الكلام هذا؟ أنت كنت بعداهم يا كذاب؟ أنت سمعتهم؟ سجلتهم؟ يس فيه معناها. وزيد أكثر من هذا، يجي الآخر اللي مسمي روحه رئيس يسمع كلام هالبائس هذا، ويجي قدام التلفزيونات يعني إيقافات على خلفية، على خلفية يعني تقارير أمنية بوليسية. نحن في المعقول يا ولدي، راهو راي فنقرنا عن نعيشه تو. فهمني والله احنا بنفهم، ما انت يقول مازال 4 أو 5 أيام ونموت، على الاقل نموت وانا فاهم وين انا تو. شنو هو واحد بوليس تافه تعيس كان ضايع في الطبيعه يجي يعمل تقرير في زوز رجال مثقفين عليه بقرون، قيادات سياسيه ومعارضه من الصف الاول يتم ايقافها بتلك الصور على خلفيه، يعني شو هذا يا ولدي؟ على خلفيه محاضر امنيه غير مش مثبته. معقول. تعرفك العام دوغول في الثوره في الانتفاضه بتاع 68، نعم، جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار يوزعوا في المناشير مع الطلبه وكذا، عاد سمع بالبوليس مش يضايقوهم، يضايقوا فيه. قال لهم عمل الخطاب، قال بيتون ماتر روسو ان بريزون؟ مش معقول باش تجي واحد مثقف وتقلق وتبحث عليه وتجري في جرته. جريمه، راه مثقف يا حمار يا جاهل. هالبوليس الجاهل اللي يكتب في تقرير في مثقف في 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 راه توفينا. الله يهديك والله. هو كنت تسمع في التلفزيات نتاعنا هنا في الفضاعات هذه، يعني ناس تافهين يجيو رجال مثقفين مناضلين ويسبوهم كيسكو سيك سا؟ ونسنه وماشيين بهذا. شنو الوجه؟ هات نرجع سيد الحزقي على خلفيه، شنو خلفيه هذا التوتر بتاع السلطه الاخير؟ تعرف ما حصل في الايام الاخيره؟ هو انا خاطر في باله يا سيدي، في باله حصر البيعه ما بينه وهو، يحب يحصرها ما بينه وهو وبين النهضه. ما نجمش، فما ناس عناصر كيف نحن كانت تخانق فشوشنا له الصوره، لكن باقي تتعدات هاكم مازال يحب يقول نعم. عاوني الخلاف الى ان سمع بحكايه المبادره هذه اللي متوسعه اكثر، ما عادش نجم المعارضه. وقتها ولد اختر بالنسبه لي، لانه هو عارف روحه منقلب، هو عارف روحه هش، هو عارف روحه داس البلاد، داس الدوله، داس المؤسسات، داس القوانين، داس المنطق. خايف، يخاف، يرعش، يلتجي لوزاره الداخليه. معناها راهو عندي معايا البوليسيه، في البوليسيه احنا نخلصوا فيهم، البوليسيه بتاعنا احنا راهو يعصوا علينا، احنا ضدك انت. راهو الامن والجيش راهو مشغولين في العالم باش يحميوا شعبهم،
مش يحميوا الرئيس، راهو الرئيس في خدمة الشعب وهما في خدمة الشعب. نكتبوا الآية هنا هذه كيف البدل المتخلفة المتسولة الرديئة، راهو ماهوش معقول بوليس يجي مع رئيس، ما يجي معايا أنا ضد الرئيس. الدستور يجب يكون دستور نتاع الشعب ضد السلطة، مش العكس، مش دستور واحد ضد الشعب. يعني معكوسة كل شيء يا ولدي. يديك يا عصين يراني مش نهبل، أنا مش نهبل والله مش نهبل، كل شيء مقلوب يا رسول الله. شنو الكلام هذا؟ شنو تمشي وزارة داخلية باش تستقوى علي أنا؟ في وزارة داخلية خلص فيها أنا، راهو احنا المواطنين راهي هي في خدمتنا احنا. يلزم البوليس ما يتخباليش، يلزم البوليس ما يجيش يخوفني، يلزم يطمني، يلزم كيف يشوفني خايف يقول لي لا ما تخافش انا بحريك، مش يجي يرعبني وينقزوا مسطوحات وينقزوا من الحوت ويضربوا في الصغار وفي النساء. كاش 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 كاش